التجربة ديالي في الألعاب الأولمبية الأخيرة ما كانش زعما الحظ في الجانب ديالي. كنت قريبة من الميدالية، احتليت الرتبة الخامسة في الألعاب الأولمبية الحمد لله، ولكن كنت تنطمح أنني نحصل على إحدى الميداليات. صراحة كان سوء الحظ، حيت الماتش ديالي اللي كان مع المكسيكية اللي في الربع النهائي كنت متفوقة عليها تل آخر 6 سكوند وجبت هي التعادل. يعني كنت دزت هذاك الماتش كانت غادي تكون عندي المسار إن شاء الله نيشان الفينال. اكيد كاين غياب ديال العنصر النسوي في التسيير، يعني عندنا امراه وحيده اللي رئيسه الجامعه في ايروبيك، يعني كاين تقصير من هذه الناحيه. وكذلك عندنا في الفيدراسيون ديالنا غياب ديال المراه في ستاف ديال التسيير. ضروري يعني تنقوم بالأعمال المنزلية كأي امرأة في البيت، تنطيب تنعمل يعني كل شيء. طبيعة الحال ماما هي كانت تتكون تتوريني ديما، يعني ديما تنعاونها. رفيسة بسطيلة الحوت وداك الشيء الجديد، عاوتاني البيتزات لي كيش، طواجن بطبيعة الحال، طواجن ديال الحوت. انا اصلا تيعجبني الحوت، دونك كل ما هو فيه الحوت تنحاول نتعلم نطيب. ضروري توصل لواحد السن، ضروري يعني المرأة ما خاصها تفكر في الحياة الزوجية ديالها ولا في الأبناء. يعني ما يمكنش المرأة تبقى غادا ديما تفكر غير في العمل ديالها. هو صراحة مازال عندي أهداف كنت بغيت نوصل لهم، يعني ميدالية في بطولة العالم ولا ميدالية في الألعاب الأولمبية، حيت هاد الميداليات هادو هما اللي مازال ما عنديش في البالماريس. إلا كان هاد القرار هذا، يعني غادي نحاول نهضر مع الزوج اونتر بارونتيز الزوج ديالي ونشوفوا شي حل يكون مناسب، يعني حل وسط يكون مناسب ليا.